السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ عم تكونوا بخير. النهارده تاني محاضره في ورشه تطوير موقع الويب. كنا اتكلمنا في المحاضره الاولانيه عن النت ازاي بيشتغل، وكل الحياة الملفات والحاجات دي ازاي، السيرفر كلمه السيرفر، وقلنا الحاجات دي بترجع لنا ازاي، واللي بيحصل وراء الكواليس يعني. وكنا قلنا ان احنا بنستخدم ال HTML وال CSS و JavaScript، دي الملفات الاساسيه اللي بترجع لي. كنا قلنا ال HTML هو الهيكل بتاع الصفحة، وال CSS هو اللي بيلون لي الصفحة، والجافا سكريبت هي اللي بتخلي الصفحة فيها حركة ويقدر المستخدم يتفاعل معاها. ده كله اتكلمنا عليه السيشن اللي فاتت، تمام. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في ال HTML. ايه هي بقى ال HTML اصلا؟ دي HTML ده اختصار لكلمة اللي هي هايبر تكست مارك اب لانجوج، ترجمتها بالعربي اللي هو الترميز النصوص التشعبية. طب ايه هي النصوص التشعبية دي؟ انا مش فاهم حاجة. ماشي، هرجع افكرك. لما قلنا في السيشن اللي فاتت ان اللي بيوصل من السيرفر ايه؟ ملفات. احنا دلوقتي لو جبنا الصفحة اهو، دي الصفحة طبعا جوجل، صفحة جوجل. عملت انسبكت هنا، نشوف الكود اللي راجع لنا، هنلاقي هنا ال HTML هو ده بقى اللي هي الرموز التشعبية والحاجات دي. دي بقى لغة ال HTML اللي بترجع لنا، ده الملف اللي بيرجع لنا، والمصفح هو اللي بيشتغل عشان ايه؟ عشان بتبان لنا بالشكل اللي قدامنا ده، تمام. ال HTML اتعملت سنة 1991، الأول عشان تساعدنا نعمل موقع يعني. كان الأول كان اسمها XHTML، وفي منظمة عالمية اسمها W3C اللي هي WWW، اللي هي World Wide Web، تمام. دي يعني رابطة شبكة المعلومات العالمية، بدأوا يطوروا فيها لحد ما وصلت لآخر إصدار سنة 2012، هو ده اخر اصدار طلع يعني، HTML5. ضفوا حاجات يعني وشالوا حاجات، بس انها تبقى افضل يعني واسهل في الاستخدام، تمام. ماشي، احنا ان شاء الله عشان بس في الاول كده يعني اوضح نقطة، احنا هنمشي على الترتيب، هنشرح، هنبدأ بقى نشرح ونمشي على ترتيب W3 Schools اللي احنا الموقع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت. هسيب لكم برضو اللينك بتاعه، تقدر لو دخلت هنا هتلاقي فيها ليرن HTML من هنا، تمام. لو انت الانجليزي عندك صعب شوية ممكن تختار من هنا الترجمة وتختار اللغة العربية يعني، بس مش هنصح بكده يعني. ان انت لما تتعلمها باللغة اللي مكتوب بيها بتبقى اسهل يعني، لو انت تقدر تطور نفسك في الانجليزي شوية يعني هتبقى اسهل لك بكتير، والموضوع هيبقى احسن يعني، لان هو ساعات الترجمة دي مش دقيقة يعني. فان شاء الله هنمشي مع الترتيب بتاعه هنا، بحيث ان انت لو في حاجة عايز ترجع لها في موجودة هنا، هنكون ماشيين بالترتيب بتاعهم وتقدر ايه تبص عليها يعني من دبليو 3 سكولز. ماشي، اول حاجه بقى هنبدا باول حاجه نعملها نحمل المحرر الاكواد. انا كنت هوريكم برضو ازاي نحمله عشان في ناس مش عارفه تحمله. احنا كنا حاطين اللينك بتاعه في الجروب، تقدر تبص عليه، وبرضو هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. احنا هنستخدم محرر اكواد اسمه نود باد بلس بلس، محرر بسيط وكويس يعني لاي واحد مبتدئ يقدر يخش هنا. لو كتبت نود باد بلس بلس على جوجل هيظهر لك هنا، وانا برضه قلت سايب اللينك في الديسكريبشن، اختار اخر اصدار هنا وبعدين تدوس داونلود هنا. اول ما تدوس داونلود هيبدأ يحمل معاك، مساحته صغيرة خالص يعني. ماشي، نجيبه من هنا. اول ما تدوس هنا تختار يس، تختار هنا اللغة، انا انجليزي هنا مثلا او عربي زي ما رايحك، بس احنا كمان احنا نتعلم اللغه دي بالانجليزي وكل حاجه بالانجليزي براحتك يعني، دي اداه البرنامج نفسه، فانت ممكن تختار عربي عشان لو اسهل يعني ليك. دوس اوكي، انت تختار التالي، موافق، تالي، تالي، دوس تنصيب. انت الاول تدوس هنا على المربع ده، دوس تنصيب، هتلاقي نزل معاك، بس انا حملته قبل كده يعني، بس انت هتدوس تنصيب هنا هينزل معاك. انا هدوس الغاء عشان حملته قبل كده. هيظهر معاك بالشكل ده. اول ما ادوس عليه هيكون فاتح لي الصفحه دي. الصفحه دي مش هتكون موجوده طبعا، هيكون صفحه فاضيه كده، تمام. كده انا حملت ايه البرنامج اللي هنستخدمه عشان ايه؟ عشان نكتب عليه الاكواد. طبعا لازم يكون عندي مصفح كروم، كنا برضو قلنا على النقطه دي، عشان ايه النتيجه اللي احنا هنشغلها هتظهر عليه. ماشي، احنا وقفنا فين؟ اول حاجه لازم تعملها لما انا حملت دلوقتي المحرر، بعد كده ايه بقى؟ انا هنعمل الملف اللي احنا هنشتغل عليه، تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ نيجي هنا نختار في اي مكان يعني، مش شرط يعني على الديسكتوب هنا، ممكن تخش في فايل مثلا او كده،
فايل مثلا من انت في ديسك دي او اي حاجه براحتك يعني، في مطرح ما تحب. هنعمل نيو ونختار هنا تكست، تمام. هتلاقي اسمه بيبقى فيه في الاخر هنا دوت تكست او ايه، مش بتظهر لك خالص، تمام، بيبقى اسم بس من غير نوع الملف. فاحنا بنعمل ايه، هو المفروض بننشئ الملف الاساسي بتاعنا اللي هو الفايل اندكس دوت اتش تي ام ال. اشمعنى بنسميه اندكس؟ عشان محركات البحث، ده حاجه عالميه معروفه كده، محرك البحث بيعرف في الصفحه الرئيسيه عندي في الويب سايت بتاعي من ايه، كلمه اندكس، عشان ممكن تبقى صفحه الموقع بتاعي مكون من اكتر من صفحه، فكلمه اندكس دي بحدد بيها الصفحه الرئيسيه بتاعتي اللي هشتغل عليها، تمام. هنا كده حددنا نوع الملف اندكس دوت اتش تي ام ال. هبدا بقى افتح المحرر بتاعي، هعمل ادوس على فايل هنا اوبن، اجيب بقى الملف اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو ايه، اندكس دوت اتش تي ام ال. هو ده، دوس اوبن. دلوقتي هو ملف فاضي لان طبعا احنا عاملينه من الصفر، لسه مش كاتبين فيه اي كود، تمام. فلو انت بقى في نقطة بس عايزين برضه ننبه عليها، عشان لو انت ال دوت اتش تي ام ال دي مش ظاهرة لك او دوت تكست دي مش ظاهرة لك عشان مش هتعرف تعدلها، طب ممكن تخش هنا من على الاعدادات، تخش على زيس بي سي، تمام، دوس على فيو. فيو هنا هتلاقي في خيار هنا اسمه اوبشنز او خيارات يعني، هنلاقي هنا ظهر لي الويندو دي، اختار هنا فيو. من الفيو هنا هدور على حاجة اسمها hide extensions for known file types. يعني ايه الكلام ده؟ اللي هي اخفي الانواع بتاعت الملفات عندي. بس احنا طبعا دي انت بتيجي هتلاقي عليها علامة المربع دي، هتلاقي عليها علامة الصح، انت هتشيل علامة الصح، المهم يبقى يتشال من على علامة الصح يعني، وادوس ابلاي. اول ما ادوس ابلاي هلاقي انواع الملفات عندي ظهرت زي ما كده، هلاقي دوت اتش تي ام ال دوت تكست نوع الملف نفسه او التايب بتاعه ظهر لي، عشان ايه، الموضوع ده ممكن يعمل لك مشكلة وتلاقي الملفات مش بتشتغل معاك. ماشي، بعد كده بقى بعد ما تتم الخطوات دي في الملف هيظهر لك نوعه اللي هو تكست، وبعد ما عندنا ال HTML يعني اللي هو اللي هنستخدمها. بعد كده لما نفتح البرنامج وفتحنا الملف زي ما عملنا كده، اول حاجة هنعملها هي ان احنا نعرف المصفح الاصدار اللي هنشتغل عليه. بنكتب بالظبط كده، لو دوسنا على Shift وعلامة وحرف الواو في الكيبورد، طبعا انت بتكون محاول اللغة انجليزي، هتعملك علامة الأكبر مني دي، وبعدين بيعمل شيفت رقم الواحد عشان نعمل علامة التعجب، تمام. وهنشرح دلوقتي ايه الكلام اللي احنا بنكتبه. بنكتب دوك تايب اتش تي ام ال، تمام، وبعدين ندوس شيفت وحرف الزين عشان نقفلها بعلامة الايه الأصغر مني. دوك تايب اتش تي ام ال دي بنعرف المتصفح ان احنا هنستخدم الاصدار الخامس من اتش تي ام ال، لان زي ما احنا اتكلمنا في الاول كان في اصدارات قديمه، وكل اصدار عشان نعرف المتصفح احنا هنشتغل على انهي اصدار بنكتب الكلمه دي، فالمتصفح بالتالي تلقائي يعرف ان اللي موجود هنا ده كله HTML5. كان في قبل كده، هوريكم دلوقتي امثله على اللي كان موجود قبل كده. دخلنا على موقع W3C، هنلاقي ايه، هنلاقي ان HTML5 ده هو الكود بتاعه، هو الكود ده انا كده عرفت المتصفح بتاعي ان انا ايه بستخدم HTML5. HTML4 كان بنكتب الكود ده او الكود ده وهكذا يعني، كان فيها اكواد تانية، بس حاليا احنا بنستخدم الكود ده عشان هنستخدم HTML5، تمام. بعد كده هنيجي للنقطة، اللي بعد كده، وهي ازاي بنكتب الكود في ال HTML، تمام. ماشي، لو فين بعد كده اول حاجه هنقول هنتكلم عنها بعد كده اللي هي ايه، التاجز في ال HTML. التاجز في ال HTML اللي بتتكتب ازاي، او التاج ده يعني ايه، الوسم، هو اللغه في ال HTML كل حاجه بتتكتب بشكل معين. ايه بنعمل، هو قلنا شيفت وحرف الواو بيدينا علامه الاكبر من، نكتب اسم التاج جوه هنا، بعدين نقفلها شيفت برضو علامه الاصغر من بالشكل ده، نكتب مثلا المحتوى هنا، وبعدين ايه بنقوم عاملين كده برضك، ونقفلها بعلامة سلاش ونفس اسم التاج بتاعنا، ونقفلها كده. هنا دي الطريقة اللي بنكتب بيها أغلب التاجز في ال HTML. في تاجز مختلفة مش بنقفلها كده عشان مش هينفع نكتب جوه محتوى، فبتدنيها كده، بتدنيها بالشكل ده، بنكتب بقى حاجات تانية هنا اسمها attributes، تمام، هنشرحها برضك بس عشان تعرف ايه العناصر الأساسية بتتكتب ازاي في ال HTML. عندنا أول حاجة هنعرفها العنصر الأساسي اللي هي في الصفحة اسمه HTML، هكتبه كده اهو، تمام. وبعدين بقفله ايه،
الشكل ده، ده اللي بحطه جوه بقى الصفحة بتاعتي، وكل حاجة في الصفحة بحطها جوه الوسم ده. ده أساسي، لأن احنا بنحط الايه كل الرسوم تكون جوه بعضها كده. أول حاجة يكون في حاجتين أساسيتين، أول حاجة طبعا في أي صفحة بنكتبهم اللي هي الهيد، تمام، وفي عندي البادي. وهنتكلم دلوقتي عن ايه كل واحد فيهم وظيفته ايه. الهيد ده احنا بنستخدم الوسم ده في ان احنا نعرف الصفحة، بنكتب فيها بيانات عن الصفحة. مثلا يعني عندي حاجة وسم تاني اسمه تايتل، بكتب فيها عنوان الصفحة، بعرف الصفحة دي اسمها ايه. مثلا احنا ويب ديفلوبمنت، نكتب ويب ديفلوبمنت، تمام، وهو مقفلها برضو تايتل. الحاجات اللي هنا دي، هنا الهيد دي بستخدم فيها يعني ازاي بظبط اعدادات الصفحة واعدادات لمحركات البحث. مثلا لو عملنا دلوقتي كنترول سيف او كنترول حرف الاس، تلاقي الصفحة دي سيفت معاك. لو جربت تفتحها من على المتصفح دلوقتي اللي هيظهر معاك، هيظهر ويب ديفلوبمنت، العنوان اللي احنا كتبناه هو ده التايتل بتاع الصفحة. الهيد فيها حاجات تانية اسمها ميتا تاجز وكده، هنشرحها ان شاء الله قدام كمان. بنستخدمها عشان ندي داتا عن البيانات اللي موجوده في الصفحه دي، وده كله مش بيظهر للمستخدم. احنا دلوقتي هوريكم حاجه تانية ممكن نستخدمها هنا ومش بتظهر للمستخدم، اسمها ميتا كارسيت تساوي يو تي اف. ده كله هنشرحه قدام يعني في السيشن الجايه ان شاء الله. ده هيتشرح فيه الكلام ده، بس بنفهم ايه الموضوع ده. يعني بنقول هيد دي مصفيه، لو انت كنترول سيف الكلام اللي انا كتبته ده مش بيظهر لي هنا، لانه ده الهيد دي بنعمل بيها اعدادات الصفحه، مش لها اي علاقه ايه باللي بيظهر للمستخدم. ايه بقى اللي ليه علاقه بيظهر للمستخدم؟ اللي هي الجزء الوسم بتاع البادي ده. البادي ده مثلا انا عندي عنصر اسمه اتش 1، بكتب فيه مثلا عايز اكتب عنوان لمقال او حاجه كده، مثلا كتبنا جيت سلير، تمام، ونقفل بقى الوسم زي ما اتفقنا. عملنا كنترول اس او سيف، نيجي نعمل ريلود للصفحة عندنا، ظهر لي دلوقتي الايه النص هنا بقى. البادي ده هو ده وظيفته، ان انا بكتب فيه كل الرسوم اللي هتظهر للمستخدم، سواء بقى نصوص صور اي حاجة، كل اللي يظهر للمستخدم بحطه في وسم البادي ده، عشان هو ده ايه الجزء اللي بيظهر للمستخدم بتاعي، تمام، ماشي. بعد كده خش على ايه، نخش على ماشي. في بقى حاجات تانية اسمها ايه في ال HTML اسمها ال attributes. ايه بقى بنستخدم فيها ال attributes دي؟ ال attributes دي كل عنصر عندي في الصفحة بيبقى ليه attributes معينة خاصة، وفي attributes بتستخدم مع كل العناصر عموما. ال attribute دي بتتكتب ازاي؟ انا عندي اهي دي ال H1، اكتبها بس كده في جنب. انا بكتب اسم التاج زي ما اتفقنا، بقفلها بالشكل ده. هاي محتوى عندي بكتبه هنا جوه، تمام. بعدين الاتريبيوت بتتكتب هنا. الاتريبيوت دي بتبقى زي صفات او حاجات بتميز كل عنصر للتاني. مثلا لو انا عندي صوره بتخلي تستدعي الصوره دي، مثلا لو انا عندي لينك بحط اللينك جواه، وانا نوريكم دلوقتي امثله عليها. بس انا هوريكم تتكتب ازاي. الاول بنكتب الاتريبيوت هنا او تساوي، نعمل شيفت وحرف الطا، بيعمل علامتين التنصيص دول. بكتب جوه علامتين التنصيص دول ايه بقى الفاليو بتاعت الايه الاتريبيوت اللي انا كتبتها. طبعا هنديكم امثله دلوقتي، ده بس مجرد كلام نظري بنفهم ايه الموضوع يعني ازاي ماشي ازاي. ماشي، مثلا هنجرب، عايزين نضيف لينك في الصفحه، بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعمل برضو قلنا وسم الايه ده بنستخدمه عشان ايه نضيف اي لينك في الصفحه، تمام. هنا عنده اتريبيوت اسمها ايه href، تمام. href دي بعمل فيها ايه؟ باخد فيها بكتب فيها اسم اللينك، بحط فيها اللينك يعني اللي انا عايز الصفحه دي توديني عليه. زي ايه مثلا؟ عايز اخش على جوجل، فانا بروح على جوجل طبعا بكتب جوجل دوت كوم، تمام، بقوم واخد جوجل دوت كوم دي عاملها كوبي، واقوم داخل على الكود كاتب عامل بيست كده. الكود ده اللينك ظهر معايا، بحطه هنا واكتب هنا اللي بيظهر للمستخدم، بحيث لو دوس عليه ينقله على اللينك ده، تمام. او انت كنترول سيف دلوقتي ودخلت على الصفحه، اللي بيظهر لجوجل بس اللينك اللي بيوديه عليه هو اللينك ده، تمام.
شوف دلوقتي عملنا ريلود، هو اللي ظهر لهوت جوجل، واللي دخلنا عليه ايه اللينك ده. تمام، هي دي الاتريبيوت. يعني الاتريبيوت انا بضيف بقى حاجات في العنصر بحيث ان كل حاجه ايه ليها اتريبيوت بتاعتها، الاتريبيوتس بتاعتها بنستخدمها. عندنا مثال تاني برضو، الصوره. لو عايزين نعمل صوره بنعمل ايه؟ بنعمل سورس، نكتب سورس هنا، تمام، ونجيب السورس بتاعها من عندنا على ايه، على الكمبيوتر. انا مثلا عندي الصوره دي اسمها HTML، تمام، دوت بي جي. برضو خلي بالك في نقطة هنا هنشرحها، ان احنا لازم ناخدها بالامتداد بتاعها. الامتداد بتاعها ده ايه؟ اللي هو برضو طيب، لان في انواع من الصور، في بي ان جي، في جي بي جي، في كذا نوع من الصور، فاحنا لازم نعرفه إيه هو انت هتاخد انهي نوع، لان ممكن يبقى في اكتر من نفس الاسم بس بنوع انواع مختلفة. فاول لما نكتب السورس بتاع الصورة وعملنا مثلا سيف اوت ونيجي نعمل ريلود، هنلاقي الصورة ظهرت معانا زي ما احنا شايفين كده. تمام، احنا مش مطالبين دلوقتي ان احنا نفهم ايه الايمج وايه السورس وايه كل الحاجات دي، احنا هنشرح كل حاجه ان شاء الله بالتفصيل قدام، بس احنا عايزين نعرف ايه هي الاتريبيوت، هو ده المهم دلوقتي. تمام، خلي بالك اهو، شفتوا الايمج؟ برضو الايمج هنا ملوش ايه قفله، لان الايمج احنا مش بنكتب جواها كونتنت، هي دي صوره احنا بنستدعيها بس، فمش ينفع نكتب جواها اي كونتنت او محتوى. عندنا هنا الايه، ممكن نكتب جوه كونتنت لان ده اللي ظهر لي دلوقتي اللي هو جوجل، لكن الصوره ما ينفعش، ان دي مجرد صوره مش هتكتب جواها. تمام، فهو ده في وسوم ما بتتقفلش زي دي، في وسوم بتتقفل زي الايه. ماشي، في برضو طريقه الناس بتكتب بيها الاتريبيوتس دي، ان احنا ممكن نشيل العلامتين دول خالص ونكتبها كده، بس انا مش هنصح بالطريقه دي، لان الطريقه دي ممكن تلخبط الواحد احيانا. يعني في اتريبيوتس معينه بتحتاج تعمل مسافه، فلما تعمل مسافة الموضوع ده مش بيشتغل معاك وبيعمل مشاكل، فالأحسن طبعا تشتغل بالطريقة دي، إن احنا نعمل العلامتين دول. وممكن لو انت تستخدم برضو ايه السنجل كيوب دول، هما ده سواء دول العلامة الواحدة ولا الدبل. تمام، ماشي، نيجي للنقطة اللي بعد كده. كده شرحنا ازاي بنكتب الكود ال HTML. هنبدأ بأول عنصر معانا وهو ال H1. ايه هو بقى ال H1 ده؟ H1 ده احنا بنستخدمه عشان نكتب العنوان في الصفحة. احنا لما نيجي نعمل اي صفحة في الويب، لو انا مثلا هبدأ مقال او مثلا اسم الصفحة بتاعتي دي زي ما احنا قلنا ويب ديفلوبمنت، فانا كتبت كده، عايز اكتب هنا اغير عنوان الصفحة ويب ديفلوبمنت وركشوب مثلا. عملنا سيف، جينا نبص على المصفح دلوقتي، عملنا ريلود، ده اللي ظاهر قدامي اللي هو ويب ديفلوبمنت ورك شوب. عندنا الاتش 1 ده بيستخدم في العناوين، معانا احجام مختلفه منه، يعني هو ده بيستخدم هو وزيه ايه، تعالى نكتب جنب واحد كده عشان نعرفه ونفرقهم من بعض. في موجود اتش 1 وهنعمل ايه، 1 2 3 4 5 6. تمام، لو عملنا هنا اتش 2، تمام، وهنا اتش 2، ايه اللي هيحصل؟ عملنا كنترول سيف، نشيل دول دلوقتي عشان مش يلخبطونا، كنترول سيف، ده عنوان اصغر. تمام، يعني هو ده احجام مختلفة، ال H2 ده حجم بالنسبة للحجم بتاعه بيكون حجم اصغر. وايه كمان؟ ماشي، هو ال H2 حجم اصغر، وبرضو في موضوع تاني اللي هو حسب العامية في محركات البحث. لما انا باجي ابحث في جوجل، جوجل بيخش على الصفحة بتاعتي يدور على الكلمة، فهو بيدي الأهمية والقصوى في الأول لل H1، ال H1 ده أهم عنوان في الصفحة. بعد كده بقى يبدأ يتدرج معايا، يشوف ال H2، يعني أنا مش لقيت الكلمة اللي أنا دورت عليها في ال H1، يقوم داخل على ال H2 يدور على الكلمة اللي هو عايزها، وهكذا. ومعانا إيه، ده كله طبعا برضو بيختلف في الحجم زي ما احنا شفنا، ده ال H1 أكبر من ال H2. ومعانا بقى ممكن نعمل لحد H6 في الأحجام. تمام، مفيش طبعا H7، هو اخر حاجه معانا H6، وبرضه قلنا زي ما ايه بتفرق في الاهميه وايه والحجم بتاعها. احنا كتبنا H اهو، نوري كل الاحجام كلها مره واحده. يعني دلوقتي كده عملنا كنترول سيف ودخلنا على المصفح وعملنا ريلود، اللي هيظهر لي دلوقتي اهو الواحد اتنين، ده H3، ده H4، ده H5، ده H6. تعالوا نعدينها مع بعض دلوقتي على طول كده عشان ايه مش نلخبط روحنا. ادي 3، ادي 4، ادي 5،
دي 6 تمام. هذه الأحجام المختلفة من ايه؟ من هو عنصر ال H1 ده، وده بيستخدم قلنا للعناوين. بعد كده عندنا تاج تاني اسمه ايه؟ البي. البي ده بقى بنستخدمه في ايه؟ لو انا عندي باراجراف، هو اصلا جاي من كلمة باراجراف، عندي باراجراف، عندي محتوى نص طويل عايز اكتبه، اعمل ايه؟ بحطه في الباراجراف ده، هو بيحطه جنب بعضه كله كده باراجراف، يعني ما احط فيه محتوى كتير. دوست كنترول سيف، رجعنا اهو ظهر لي بالشكل ده، هو ده الباراجراف. ايه الفرق بينه وبين العنوان؟ ده بقى عنوان مثلا، ده عنوان لو انا كاتب مقال مثلا، ده بيبقى العنوان، وده بيبقى الايه؟ الكلام بقى كله، اكتب بقى كل النص بتاعي جوه الايه؟ هنا. لو عملنا ده كده كوبي بس عشان نكرره كتير، بس وناخد ده كوبي، ده كل النصوص عندي اهي، عملت كنترول سيف، عملت كنترول ار، هو ده بقى النصوص بنستخدم البي ده عشان نحط ايه؟ الباراجراف بتاعنا بس. تمام. عندنا برضو حاجة تانية اسمها ايه؟ البي ار. البي ار ده انا بستخدمها امتى؟ انا دلوقتي الكلام ده في نفس السطر، يعني كل ده جنب بعضه، انا عايز مثلا افصل الكلمة دي عن التانية او اخليها في سطر لوحدها، اعمل اكتب هنا واسم البي ار، ده مش بيتقفل، ده بيداني زي ما هو كده، لان هو بيعمل جاي من كلمة بريك اللي هو انا بكسر اللي السطر. وعملنا ريلود هنا هنلاقي الكلمة دي بقت لوحدها. تعال نجربها في حتة تانية كمان مثلا، يعني هنجربها بعد ثلاثة هما، كتبنا بي ار، انا كنترول سيف. خلي بالكوا ان احنا ممكن نستخدم العناصر جوه بعضيها زي ما احنا شايفين كده. ادي اهوت اول واحده عملناها في بي ار هنا، طبعا البي ار دي مش بتظهر لي لانها بتختفي من المتصفح بيشيلها، وهي بس بتعمل ايه؟ وورد بريك. وورد بريك او تكسر الخط بتاعي بتدخلني على خط جديد. تمام. ادي البي ار اللي احنا عملناهم. وعندنا حاجه تانية اسمها الاتش ار. تمام. ايه بقى لازمتها الاتش ار دي؟ دي بتفصل بين العناصر وبعضيها بالشكل ده. عملنا ريلود، هنلاقي دلوقتي في سطر رصاصي كده نضاف الايه في المكان، بس انا عشان نرفعها فوق هنا احسن عشان تبان. هنا ال HR دي فصلت بين اللي فوق واللي تحت بخط رصاصي كده، هي دي لازمة ال HR يعني. تمام. احنا عايزين برضو نوضح نقطة عشان نسينا نقولها في الأول، ان احنا لما بننسق الكود بالشكل ده كده، اشمعنى انا حاطط دي لقدام شويه ودي طالعه مسافات عن بعض؟ ده بيبقى اسهل في القرايه القرايه واحسن لك. ليه؟ لان انت لما بتقرا الكود كده غير لما انا مثلا اخد ده كله واقوم لازقه بالشكل ده. انا الموضوع ده صعب بالنسبه لي، انا هقعد ادور هيد تايتل ميتا مش لا، فانا بقوم عامله بالشكل ده بحيث ان انا اعرف، يبقى سهل عندي في القرايه، وكمان ده احسن من تنظيم الكود ويخلي كودك نظيف وايه وحلو كده. تمام. ماشي. نرجع بقى، احنا كنا وقفنا على الاتش ار، قلنا الاتش ار دي بتفصل بين العناصر وبعضيها، لو انا عايز افصل بينهم وبين بعض بخط كده، خط افقي بستخدمها، بتعمل خط جري، وممكن برضه احطها، انا ممكن احطها جوه البي زي ما احنا كنا اتكلمنا، تفصل بينهم وبين بعض بخط. مثلا الكلام ده انا هفصل بينهم وبين بعض بخط، بقوم اعملها هنا جوه الاتش ار غير البي ار، بي ار بريك اتش ار وتعمل خط. عملنا ريلود، ادي الخط اتضاف جوه البي عادي. تمام. طب انا دلوقتي عندي نص بس عايز احطه زي ما هو. تمام. يعني انا البي ار واتش ار والحاجات دي انا مش عايز كده، يعني انا مثلا لو عملت مسافات كتيره هنا عايزها يعني لو عملت كده مثلا، عملت النصوص دي كده على طول على طول من غير ما بقى اتعب نفسي بالبي ار وكده الكلام ده، اعملها ازاي؟ اشرح دلوقتي، لان الموضوع ده شوف كل دي مسافات، لو ودينا عملنا وورد بريك اهوت بس من غير بي ار، صح؟ عملنا ريلود دلوقتي، الحاجات اللي احنا عملناها دي مش ليها اي لازمه، يعني تعال نجرب نشيل البي ار بس عشان مش نلخبط روحنا، والاتش ار دول تمام. احنا دلوقتي عندنا نصوص كل واحد في سطر اهوت، وعاملين قدامنا ايه؟ ظهر كل واحد في سطر. لما نيجي نعمل ريلود هنلاقي ده كله جنب بعضه، اشمعنى؟ لان البي او الاتش تي ام ال عموما بتحسب اي مسافات بين بعض بمسافه واحده، مهما يعني انت قعدت تعمل 30,000 مسافة هيحسبها لك برضه مسافة واحدة، يعني دي كلها شايف دي كلها مسافات، هو بيحسبهم مسافات مسافة واحدة، دي يعني احنا عاملين اهوت مسافات مسافات، فهو بيحسب مسافة واحدة. فانا دلوقتي عايز اريح دماغي من موضوع البي ار والاتش ار ده، هعمل ايه؟ في عندي وسم تاني اقدر استخدمه، فنفصل بينهم باتش ار كده، اسمه ايه؟ بري، بي ار اي. تمام. ايه بقى بستخدم البي ار اي ده في ايه؟
بقفله برضو بالشكل ده. انا مثلا عايز النص ده زي ما هو، انا مش عايز اتعب دماغي واقعد بقى اقول المسافات واعمل بي ار واتش ار. ده زي ايه؟ وسيلة معدة مسبقا. انت طبعا الموضوع ده مش بتستخدم البي ار دي كتير، بنستخدم في الغالب البي يعني، ولا عايزين حاجة بنكسرها او كده بالبي ار. بس البري دي بتديك النص بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، هي دي حسب خدت كل المسافات اللي ورا وخدت اللي قدام واي حاجة عاملينها حسبتها، حتى الفونت مختلف يعني، هنا الفونت شكله مختلف عن ده، فدي زي نص معد مسبقا يعني، بحيث ان انت مش تقعد تتعب نفسك في الموضوع ده، موضوع اللي هو كسر الخطوط وكده. تمام، انا دلوقتي خلصته زي الفل وبعمل الموقع بتاعي يعني ايه، بعت الموقع بتاعي وانا داخله، تحس انك انت داخل مقابر طبعا يعني، انت ايه زي ما انت شايف مفيش اي الوان مفيش اي حاجة في الموقع. طب اعمل ايه دلوقتي؟ في اتريبيوت بعد كده هنشرحها اسمها الستايل. الستايل دي بتعمل ايه؟ انا دلوقتي هنا بتستخدم مع كل العناصر تقريبا. ستايل، بكتب ستايل يساوي، انا عايز الون النص ده هعمل ايه؟ ده كلام في السي اس اس الكالر، واكتب اللون ده ريد مثلا. تمام، ده سي اس، ده كود سي اس اس، احنا ان شاء الله لسه مش شرحناه، هنشرحها قدام عشان لسه مش لخبط نفسك، بس ده كود سي اس اس بنستخدمه يعني عشان ايه، نغير الشكل في الصفحة وايه ونديها روح كده. احنا مش عملنا سي ستايل، خابك في ال حرف لازم نكتب حاجة صح، قلنا اللون، هنلاقي اللون بقى احمر زي ما احنا حددنا. ليه؟ لان الستايل زي ما احنا قلنا بغير الالوان بقى، عايز اغير الفونت، احنا ممكن دلوقتي نغير الفونت. احنا لو جينا دلوقتي ده برضو قلنا خواص في ال سي اس اس ملهاش دعوة، فونت فاميلي مثلا، اختار الخط ده ثاني، بس بنوضح ايه لازمة كود الستايل ده مش هقول نسيف. ماشي، فونت طبعا نجرب حاجة تانية، فونت سايز عشان هو مش عارف السايز هنا، فونت سايز 30 بيكسل مثلا، لو احنا حابين نغير الفونت نخلي حجمه اكبر مثلا. احنا قلنا الكلام ده كله خاص والحاجات دي هنشرحها في السي اس اس من كل جوا، بس انا بنفهم ايه الستايل ده ايه لازمته. عملنا رولوس في الصفحة هنا، هلا الفونت كبر معانا زي ما احنا شايفين كده، بقى ايه حجمه اكبر بكتير. تمام، نقدر بقى نغير حاجات كتيرة في الستايل هنا، بس احنا مش هنتعمق في الموضوع ده دلوقتي عشان ده ليه علاقة بالسي اس اس. تمام، في عناصر مهمة كمان ممكن استخدمها عشان انسق النص بتاعي مباشرة، منها مثلا عندي البي. البي دي بستخدمها لما عاوز اخلي النص بتاعي بولد، مثلا النص ده الجزء ده انا عايز اخليه كله بولد، بولد يعني تخين يمكن او تقيل مثلا، فانا دخلت وعملت بولد شايفين الجزء اللي احنا حددناه بالبي ده بقى كله بولد. البولد ده انا زي ما احنا كتبنا كده ممكن اكتبه جوه الباراجراف عادي، ممكن بره الباراجراف مطرح ما احب، بس هو ده بيخلي الجزء من النص اللي انا كاتبه ده تقيل. في واحد حاجه تانية اسمها سترونج، دي بستخدمها للنصوص المهمه، هي بتخليها برضو بولد بس انا بستخدمها للنصوص المهمه. انا اوريك شكلها بيبقى عامل ازاي دلوقتي، دي سترونج ادي دي كمان سترونج، ممكن نفصل بينهم وبين بعض بار بي بي ار عشان ايه، عشان تبان دي في سطر ودي في سطر. تمام ماشي، ادي دي البي ودي السترونج بتاعتنا، الاتنين عملوا نفس الشكل، بس الفرق من دي ودي، دي بتخلي النص بولد بس، لكن دي يعني زي ما انت بتقول كده ايه النص ده مهم، فلما بينفع في حاجات اسمها ويب سكرين ريدر والحاجات دي للناس يعني اللي بتبقى متعبانة او بتسمع الصفحة، فمثلا يعني بيعلي صوته في الجزء ده من النص. تمام، عندنا وسم تاني برضك اسمه الاي، الاي ده جاي ايطاليك، ده بيخلي الفونت شكله مختلف برضو. الجزء ده هناخده نخليه مثلا اي، نعمل برضو بي ار عشان نفصل بينها وبين الكلام اللي جنبها، وقلنا ريلود بيخلي الخط مايل زي ما احنا شايفين كده. وفي مشكلة حصلت دلوقتي، ليه بقى؟ لأننا مش قفلنا الايه الكود بتاعنا، لازم نقفله بعلامة السلاش دي عشان ايه مش يحصل معانا مشاكل. تمام،
نقفل دي خالص. ماشي، لما عملنا الرولود دلوقتي ادي النص ده هو الوحيد اللي مايل، لان هو ده اللي احنا حددناه جوه الاي، والباقي ده ايه النص الباراجراف العادي. هو هنا بنستخدم الاي في كده. عندنا حاجة زيها برضو اسمها اي ام، تمام، نقفلها برضو كالاي ام ام بردك. نعمل بار عشان نفصل بينها وبين كلمة تحتها، وممكن نشيله دلوقتي مش محتاجينه يعني. لو عملنا سيف دخلنا على الصفحة هنلاقي انها ادتني نفس الشكل. اشمعنى ادتني نفس الشكل؟ هتديك نفس الشكل، بس قلنا بردك دي ليها علاقة بال اللي هو البرامج اللي بتقرا الشاشة، يعني بتقرا الكلام اللي موجود في الصفحة، الناس اللي ما بتعرفش تشوف يعني المكفوفين، فبيجي على الكلمة دي ويبرزها ويتك عليها وهو بيقولها بحيث انها تبان شديدة يعني. هو ده الفرق بينها وبين الاي، الاتنين بيدوني نفس الشكل، تمام. عندنا بعد كده حاجة اسمها مارك. مارك دي جاية من كلمة اللي هي علامة، انا عايز اعلم نص معين. النص ده اهوت انا هاخده اهو كوبي، وعايز اعلم النص ده، واخد برضو بي ار هنا عشان نفصل بينها وبين الكلمة اللي تحتها، ممكن نشيله دلوقتي كمان برضو اهو. بيعلم على النص ده بخط اصفر كده، عارف انت القلم الاصفر انت بتحب تلعب بيه، موجود اهو دلوقتي، العب بيه براحتك، تمام. بعد كده عندنا واسم اسمه سمول. لو انا عندي فونت وعايز يعني في قصدي تكست وعايز اخلي الجزء من النص ده حجمه اصغر عن الباقي، اخد الكلام من هنا مثلا اهوت واحطه جواه، هتلاقي او تعالى نحط جنبه برضه عشان يبان اكتر، هتلاقي ان حجم الخط هنا اصغر من كل الباقي. فانا لو عايز حاجة اخليها اصغر بحطها جوه واسم الايه السمول ده. وعندنا برضو حاجة اسمها بيج. بيج دي بتخليني لو انا ايه عايز اخلي النص حجمه اكبر، انا جينا دلوقتي او كتبنا بيج، تمام، عكس سمول يعني. النص جنبه عشان نقارن بينه وبينه، هنلاقي ان التكست اللي في البيج بقى اكبر من نص الحجم الطبيعي بتاع الايه الفونت. لو احنا عايزين نكبر بنستخدم كبر حجم الايه الخط بتاعك. بعد كده عندنا وسم تاني اسمه دي ال ديل، تمام، او هو اختصار كلمة ديليت. ده بنستخدمه امتى؟ لما نكون عايزين نعمل خط على الكلام. ده بيحصل ازاي؟ مثال عندك مثلا في المحلات التجارية اللي هي المواقع الالكترونية زي سوق وجوميا والحاجات دي، متاجر يعني، لما بيعملوا خصم بيكون عايز يشدك، فبيعمل ايه الشكل ده هو بالظبط. انت بتخش بيقول لك مثلا الحاجه دي كان سعرها 30 جنيه، تلاقي عليها علامه الخط دي. فعلامة الخط دي يعني ده زي السعر القديم. لو انا عايز الغي خط بعمل بالشكل ده، اعمل خط على الكلام بعمله بالشكل ده، تمام. وفي عندنا حاجه تاني اسمها انستد او انس اي ان اس بتكتب كده، تمام. انستد دي بنستخدمها لما برضك انا دلوقتي شطبت على 30، عايز بقى اكتب السعر الجديد، فبيحطها تحتها خط اوضح فيها ان انا لغيت دي وكتبت دي، تمام، ادي 30 وادي 15. هنا انا لغيت الكلام ده وخليت بقى سعرها 15. طبعا الكلام ده زي اللي في الوورد بالظبط يعني، كل ان احنا مش هقعد زي اللي في الوورد وكده، ده بيستخدم لتنسيق النصوص شويه يعني بال HTML طبعا. ماشي، بعد كده هنخش على اللي عندنا حاجتين اسمهم سب. دي اختصار لكلمة سب سكريبت، تمام، ادي التكست، ماشي، وعندنا سوبر سكريبت يعني برضو دي بي خفيفة وبي تقيلة، تمام. ايه الفرق بين دي ودي؟ تعالوا نشوف دلوقتي، بس نفصل بينهم كده عشان يبان، ونحط جنبهم برضو ايه، ناخد دي عشان حط جنبهم نص عشان يبين لنا اكتر برضك ايه اللي بيحصل بالظبط. او شايفين صب الاولانيه نزلت الكلام تحت، ليه؟ البي اللي هي الصب اللي البي بتاعتها لتحت، ممكن تميزهم بكده عن بعض يعني، اللي العلامه بتاعتها او الدايره بتاعتها لتحت بتخلي الكلام ينزل لتحت. اما صب التانيه اللي هي بتخلي البي بتاعتها لفوق، اللي هي جامد كلمه سوبر، بتخلي الكلام لفوق. لو العلامه تحت يبقى ايه هتخلي النص ايه لتحت، لو العلامة فوق تخلي النص لفوق زي ما احنا شايفين كده عن النص يعني، او مستوى النص الطبيعي يعني، تمام كده. نيجي للنقطة اللي بعد كده. ماشي، في عناصر بنستخدمها لما اكون مثلا عايز اعمل اقتباس معين من انا موقع دخلت على ويكيبيديا دلوقتي، ماشي،
دخلت على ويكيبيديا، دورت على موضوع معين، بس انا عايز اخد حته اقتباس في نفس الوقت اراعي حقوق الملكيه بتاعه الموقع ده، اقوم واخد النص او الجزء اللي انا محتاجه. مثلا اخد النص ده كله من هنا كوبي، تمام، بعدين اخش هنا استخدم ايه بقى، نفصل بينهم وبين بعض برضه بايه، اتش ار، عشان نعمل خط افقي زي ما كان زي ما قلنا. بستخدم حاجه بقى اسمها ايه، بلوك كيوت. بلوك كيوت ده بستخدمه للاقتباسات زي ما قلنا، بكتب النص بتاعي جوه وبعدين ايه اقفله هنا، تمام. النص اهو، انا لما كده بيبان لي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، بيضيف علامة قبلها كده او يعني زي مسافة قبلها عشان الاقتباس. انا ده مقتبس الكلام ده من منطقة معينة، وانا عايز مثلا انا خدت الكلام ده من الايه، من الموقع من هنا، بقوم واخده كوبي، في قال لي للعنصر ده اتريبيوت اسمها سايت، بحيث ان انا لو انا عايز اعرف الكلام ده انا جايبه منين بنحطها هنا اللينك بتاعه، لو واحد فتح هنا يعني وعايز يدور الكلام ده انا جايبه منين بيكون موجود. انا دلوقتي فتحت وعايز بقى اعرف الكلام ده جاي منين، بيكون موجود هنا اهو في الاتريبيوت دي، تمام. بعد كده نيجي للي بعد كده، بعد كده نيجي للي بعد كده، ماشي. في عندي حاجة للاقتباس اسمها ايه، كيو، نفصل بينهم وبين بعض ال HR كده، او بلاش خليها دلوقتي. الكيو دي بتعمل ايه بقى، انا عايز بس اختصر حتة صغيرة، واحد قال جملة صغيرة مش كلام كتير، فقوم كاتبه هنا وحطه جوه الكيو دي، تعمل علامتين هي زي الدبل اللي احنا كنا كاتبينها من شوية دي، زي علامتين اقتباس كده. دي برضه بتستخدم للجمل القصيرة أو الحاجات المقتطفات اللي أنا إيه واخدها، بس جملة قصيرة. دي بتستخدم مع كلمات كتير، لكن دي بتستخدم مع إيه، شورت كيوتس يعني، ماشي. نيجي للعنصر اللي بعد كده، عندي حاجة اسمها APBR أو أبر أبير، ماشي. APBR ده بستخدمه بإيه، أنا دلوقتي إحنا قلنا إن مثلا HTML دي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجوج، تمام، بس ممكن واحد يكون بيقرا فمش عارف دي اختصار ليه، فانا بكتبها بحيث ان انا اوضح لليوزر ان الكلمه دي اختصار لكلمه تانية. فانا مثلا تايتل بكتب هنا اتريبيوت تاني، اتريبيوت ده اقدر استخدمه في اي عنصر على فكره، يعني التايتل ده انا اخدته دلوقتي استخدمته في اي عنصر دول يشتغل عادي، ماشي. بس انا بنوضحها ايه الفكره من هنا، بس نكتب هنا هايبر تكست مارك اب لانجوج، تمام. انا دلوقتي انا كيوزر انا مش عارف ايه HTML، لو وقفت عليها هيظهر لي هايبر تكست مارك اب لانجوج، عشان افهم هو بيديني الخط اللي تحت الكلام ده، عشان افهم ان ايه ده اختصار لكلمه معينه مثلا. وانا لو وقفت بالتايتل، التايتل دي ممكن استخدمها مع اي حاجه تانية على فكره، اخدت التايتل دي واستخدمتها مع كيو دي مثلا اللي هي قبلها اهي، وقفت عليها هيجيب لي نفس الكلام وعدل فيه طبعا الكلام براحتي، بس انا ممكن استخدمها مع اي حاجه. نفصل بينهم بالبي ار برضك عشان يبقوا في سطر لوحدهم، ماشي. وعندنا برضو قسم تاني اسمه ادرس. ادرس ده بستخدمه في ايه، بحط فيه كل الداتا والحاجات بتاعت انا دلوقتي صاحب الصفحه دي، بحط بقى بيانات التواصل بتاعتي، يعني مثلا انا اسمي عمر ايمن، ماشي، من الجيزه، ده الرقم بتاعي مثلا، عنواني، مش عارف ايه، كل الحاجات دي بحطها هنا، او الادرس ده مخصص لكده، بيجيب لي الحاجات بالشكل الايطالي كده برضو، بكتب فيها الداتا بتاعتي والصفحه بتاعها، يعني برضو محركات البحث بستخدمها، انا عرفت ان البيانات وده الجزء بتاع ايه لما بكتب فيه البيانات بتاعتي اللي هو الادرس ده، ماشي. طب دلوقتي في برضو اسم تاني اسمه سايت، ده بستخدمه في ايه، هنشرحه دلوقتي. ده بستخدمه في عناوين كتاب، انا يعني عندي عمل فني، ده بستخدمه أي عمل فني أو عمل أدب، يعني عنوان كتاب مثلا، قصة، قصيدة، أغنية، الحاجات دي كلها بكتب اسمها هنا، يعني مثلا عندك اللي هي النشيد الوطني مثلا، ده اسمه ده، نسينا النشيد، نسيت النشيد بجد، بلادي مثلا، ده عنوان النشيد قبل ما افتكرناه. بلادي انا طبعا مش فاكر اسمه الصراحه لان قصيده بالظبط، لكن هو ده مثلا الفكره يعني اللي احنا بنتكلم عليها. احنا ممكن نكتب عربي على فكره عادي، احنا مش وضحنا النقطه دي، لو انت عايز تكتب عربي عادي براحتك، يعني احنا مش شرط محقرين يعني
ومضطرين ان احنا نكتب انجليزي بس. وعملنا سيف كده وريلود للصفحة، هتلاقي الاسم مكتوب بخط مايل برضو كده. هنا بنوضح اسم العمل الفني، يعني احنا عايزين نوضح اسم العمل الفني، بنكتب كده مثلا لو في كتاب مثلا اسمه مش عارف ايه، ويب بوك، اي حاجة، مش بنتكلم على عمل فني معين، بيظهر بشكل برضو مايل كده، وبنكتب جواها اسم العمل الفني. عندنا حاجة تانية برضو، آخر حاجة في موضوع الاقتباسات والحاجات دي، اسمه بي دي او. ده بيعكس لنا الكلام. احنا دلوقتي لو كتبنا كده بي دي او ونكتب هنا شوية كلام، ويب بوك مش عارف ايه، تمام، اللي هيظهر دلوقتي هوريكم مش هيحصل حاجة، تمام. ليه؟ هو بيظهر بشكل عادي الطبيعي، لكن احنا لما نيجي دلوقتي هنستخدم ليه اتريبيوت معينة اسمها داير، او اختصار كلمة دايركشن، تمام. دايركشن بختار هنا RTL. RTL دي اختصار كلمة رايت تو ليفت، من يمين للشمال. فانا عايز اعكس الكلام ده، خليه يبدا من يمين للشمال، بعمل الكلام النقطه دي اهو، شوف جه من يمين للشمال. دي بتستخدم امتى؟ مثلا لو انا عندي نص عربي، طبعا انا كاتب هو هنا كلام انجليزي كتير كتير قوي، مثلا انا هاخد الحته دي كده وادخلها جوه الايه، جوه البي بتاعتي، ماشي. عندي نصوص قبلها بانجليزي، نصوص بعدها بالانجليزي، بس انا عايز اضيف نص عربي هنا. بس هعمل ايه؟ بستخدم من هنا البي دي او دي، بعد ما اخلي الدايركشن رايت تو ليفت بحيث يبقى من يمين للشمال، مثلا اهو كلمة عربي، نص عربي، ومعاه كنترول سيف. اللي بيظهر لي دلوقتي الكلام بيبدأ من يمين للشمال، ومش بيحصل معايا مشاكل. مثلا دي بتبقى مش بستخدمها كتير برضو، بس ايه، انت لو يعني مش هتستخدمها كتير بس كويسة يعني، مفيدة لو انا عايز اعكس كلام مش عارف ايه، بتبقى دي حل كويس يعني. رجعها مكانها، احنا قلنا برضو كده ادي اهوت الكلام بدأ من يمين للشمال، وهي اصلا الطبيعي بتاعها بتبدأ من الشمال ليمين، زي ما احنا شفنا الصفحة كلها اصلا بتبدأ من الشمال ليمين. ماشي، احنا خلصنا الجزء ده، بعدين نخش على جزء تاني اللي هو بتاع الكومنتات. انا لو عايز اكتب كومنت، ايه الكومنت ده؟ طيب ولا ايه انا بستخدمه في ايه؟ الكومنت ده بكتبه بالشكل ده، بعمل علامة التعجب دي، ناقص ناقص لو هتلاقيها فوق الزائد عندك، او لا سلاش سلاش، بكتب جواها اي حاجة، ده اسمه كومنت، تمام. ولوجو بنستخدمه ايه؟ بكتب بالطريقة دي. الكومنت ده مش بيظهر لي في الصفحة، انا دلوقتي عملت كنترول سي وعملت ريلود، انا عملت دلوقتي ريلود للصفحة ما ظهر ليش اي حاجة. ليه بقى الموضوع ده؟ لان الكومنت ده انا عملت دوست كليك يمين اسبكت، هيظهر لي كومنت. الكومنت ده انا بستخدمه امتى؟ لما مثلا بكون شغال في تيم وعايز، انا كاتب كود معين وعايز محدش يشيله، هو ممكن مش يفهم ده ما انا حاطه ليه فيشيله، فاكتب له هنا ملاحظه ما تشيلش الكود ده، اكتب اي حاجه مثلا لاي حد هيفتح الملف زي ما انا عملت دلوقتي ودوست انسبكت، اكتب هنا ملحوظه اي حاجه، بس استخدم فيها الكومنت ده. وليه استخدام تاني؟ ان انا مثلا عندي البي دي او دي انا مش محتاجها دلوقتي، بس انا مش عايز امسح الكود، المهم بمنتهى البساطه واخد كده عامل كومنت قبلها كومنت بعدها، والكود يفضل معايا موجود في الصفحة. انا عملت ريلود دلوقتي، هلاقي البي دي او دي اتشالت خالص من عندي. انا دلوقتي عشان مش محتاجها، بس انا ممكن احتاجها بعدين، فبحطها جوه كومنت. لو رجعنا دلوقتي وعملنا رجعنا كده، هنلاقي ايه؟ البي دي او موجودة معانا، وعكس الكلام زي ما كنا شرحنا. دي لازمة الكومنت، تمام. بعد كده هنشرح اخر حاجة يعني النهاردة كده، معلش طولت عليكم. الالوان، احنا ماشيين طبعا على ترتيب دبليو سي سكولز يعني، فلو واحد تاه مننا او كده ممكن يرجع لدبليو سي سكولز. لو جينا هنا دلوقتي زي ما كنا عاملين في البي، عملنا ستايل، رجعنا قلنا ايه زي ما كنا كاتبين كولر اللي هو ايه، ريد. لو انا عندي في ال HTML اللي بستخدمها ازاي، اهو باللون بقى احمر كله، يا اما بجيب اسمها، هجيب لكم بقى المثال على الموقع اللي بيجيب اساميهم اهوت، color name، color names. هنا دي كلها الوان مدعومه من في كل المتصفحات في الاسم ده. لو انت مثلا جبنا اللون اللي شبه الاخضر ده مثلا، شبه التركواز باين ولا اسمه ايه، وحطيناه هنا، عملنا الروت للصفحه، هنلاقي اللون اتغير معانا بالاسم ده. هو ده كود انا اقدر استخدمه، اقدر ممكن استخدم الكود ده، الكود ده اسمه كود هيكس اتش اي اكس، تمام. انا اقدر اخد الكود ده، كل لون في الدنيا ليه كود هيكس ده. طب كود الهيكس ده بيجي منين؟ يعني سريعا كده نشرحه، اللي بيجي منين؟ عملنا شباك، ده عبارة عن 3 قيم، ار ار
ماشي، جي جي بي بي، دول اختصار لايه؟ طيب هنا ريد، هنا جرين، هنا بلو. اي الوان في الدنيا بتتكون من التلات الوان دول، فدي هنا بنحدد فيها النسب اللي احنا هنستخدمها. فاحنا قلنا كده دلوقتي احنا عندنا نقدر نستخدم مثلا اللي هو كولر بالهكس ده، او مثلا تعالوا نجرب هنا ستايل، لو نعمل ستايل كولر شباك، لا نخليها مثلا هي ريد. ادي ده احنا قلنا دلوقتي نقدر نعمل، معلش، نقدر نعمل اللي هي نكتب اسم اللون او نكتبه بالايه، بالكود. انا رول دلوقتي للصفحه دي، هنلاقي هنا ده ريد دوت، وده زي ما احنا عملنا باللون ايه، باللون خفيف فمش باين شويه، كبرنا كده ممكن يوضح سنه خفيف برضك، هو لون رصاصي كده خفيف، بس بنوضح الفكره ان ايه، ده ممكن يستخدم بالشكل ده وممكن يستخدم بالشكل ده. في برضك عندنا طريقه تانية اسمها ار جي بي كود برضو، ناخدنا ده كوبي اسهل، حطينا هنا ماشي. ايه الار جي بي دي بقى؟ برضو اختصار ريد جرين برو بلو، هو عنده قيم من 0 ل 255، بكتب 3 قيم اللي هي الريد، هنا بكتب الريد، وهنا الجرين، وهنا الايه البلو، تبقى برضو في قيم من 0 ل 255. يعني انا دلوقتي كتبت ايه، البلو 0 تمام، والريد 0، انا عايز اللون الاخضر هو اللي عايزه. نكتب 255 هنا، دي اقصى قيمة موجودة، هنلاقي اللون معانا ايه، اخضر تمام. دي بس الالوان، انت مش مطالب تحفظ اي كود فيهم، احنا قلنا 3 طرق بس عشان ايه، تعرف ازاي تجيب اللون منهم، تكتب يعني بيبقى متاح ان انت تستخدمهم. اللون انت ممكن فيه تكتب مثلا، عندك هنا مواقع الوان كتيرة جدا. يعني انت كتبت دلوقتي هنا color generator، هجيب لك مواقع بتولد الوان، يعني بتنشا الوان ويديك الكود بتاعها جاهز، بس انت مش تكتب بنفسك، او ايه تقعد تقول اللون ده انا مش عارف الكود بتاعه انا هقعد احفظ ده كله، لا انت مش هتحفظ اي حاجه في الاكواد. احنا كنا بس بنوضح ازاي الالوان دي بتيجي وبنستخدمها ازاي. مش عندنا الكود ده مثلا، ده كود الهكس، هو في الغالب اغلب الناس بتستخدم الهكس، ان كل الاكواد طبعا في الدنيا ليها كود هكس، كل الالوان يعني. فلو خدناه كوبي هنا مثلا وحطيناه مكان اللون الرصاصي ده، نكتب طبعا قبلها بيكون قبلها شباك تمام. عملنا ريلود للصفحة بتاعتنا، ده احنا قفلناها خلنا عليها هنا، عندنا اللون اتغير معانا للون الأصفر ده اللي احنا حددناه هنا اهو. ممكن مثلا ناخد اللون اللي هو الرصاصي الغامق شوية ده، ناخده كوبي، نجرب برضك عشان ايه نتأكد من الموضوع. نكتب برضه قبلها شباك، مش تنسى الشباك، احنا بنبتدي كود الهكس بشباك. عملنا ريلود للصفحة بتاعتنا، هنلاقي اللون اتغير معانا زي ما شفنا. ماشي، دي كانت كل حاجة الحمد لله النهاردة. معلش آسف لو طولت عليكم. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم بقى، هنكمل في ال HTML وهنحاول نخلصها يعني فيها. مش عايز، مش حدش يقلق أو الموضوع مش صعبه، حاول بس أنت إيه بعد ما تخلص كده طبق الحاجات دي وامشي ورايا، وأنا أسيب لكم لينك اللي إحنا عملناه ده، يعني الملف اللي إحنا كتبناه ده في الديسكريبشن تحت، تقدر توصل له منه وتحاول تطبق مع نفسك. شوف أنت امشي على الخطوات واحدة واحدة، وابدأ وحاول وجرب، انت يعني الموضوع سهل وبسيط، وانت يعني الكلام ده جميل على فكرة. بعد كده مش ممكن تستصعبه دلوقتي، بس بعد كده ممكن تعمل مواقع كبيرة، يعني انت مثلا عندك فيسبوك والحاجات دي، من المواقع دي عبارة عن ايه في الاخر وفي الاول، وعملنا فتحنا ده اكواد، اكواد HTML و CSS و JavaScript. فانت لو انت بس الموضوع تتعلم واحدة واحدة وتطلع سلمة سلمة كده، هو ال HTML سهلة جدا ان شاء الله. هنخلص يعني، نحاول نخلصها السيشن الجاية. وبس كده، ده كان كل حاجة النهاردة يعني. شكرا لكم، تقدر تتابع معانا في السيشنات الجاية. لو انت مش معانا على الجروب تقدر تكتب لنا في الكومنتات تحت في الفيديو. ويا ريت يعني لو عندك اي سؤال او اي استفسار تقدر تبعت لي على الخاص، تبعت لي على الجروب موجود برضك. وشكرا لكم جدا، السلام عليكم.